تأثير القرآن على حياتي، لأن بركته جعلت لحياتي هدفا، ورباني القرآن على الأخلاق الحسنة والدفء الأخلاق الحسنة وجعلني محبوبا عند الناس. أما في الدراسة فمعدلي 17 ولله الحمد ولله الحمد. حفظ القرآن نمى ذاكرتي وسهل علي حفظه وفهم دروسي. لي روتين في حفظ القرآن الكريم، وهو أن أحفظ ثمنا كل يوم. يلقن لي شيخي ثمني، ثم أعود إلى المنزل وأكرره حتى أشعر بأنني حفظته. وعندما أتي للمدرسة القرآنية أراجعه ثم أعرضه على شيخي. نصيحتي لأقارب أن يقبلوا على المدارس القرآنية، لأن الحلقة أفضل من مجالس، والقرآن خير جليس لا يمل حديثه، وأن يقبلوا على المدارس لا يمل حديثه، وأن يصبروا على الصعوبات حتى يعتادوا على الحفظ، لأن الله يسره علينا.